ليلى شريكه في مشروع فيرتيروكو. المشروع ديالنا هو واحد الابراج اللي غادي تخليك تفلح بلا ما تحتاج الارض، ايه بلا ما تحتاج التراب. حنا كنفيزيو الناس اللي عندهم مساحات صغيره ولا اراضي غير صالحه للزراعه ولا اكسيدونتي. الهدف من هذا المشروع هو اننا نزرعوا 32 نبته في واحد متر كاري. الهدف ديال هذا المشروع هو اننا نقللوا من استخدام ديال الماء في الميدان ديال الفلاحه، ونقصوا من تاثير ديال الكربون في المجال الفلاحي ب 50%، الماء نقصوا من الاستهلاك ديالو ب 90%، واننا نخليو واحد الفلاحه اللي بيو بلا ما كيديروش فيها المواد الكيميائيه، واللي تكون قريبه للمواطن بلاص ما ان يكونوا عندنا مناطق في المغرب اللي متخصصه في الزراعه ديال الماغيشير. يقدر انك نتايا في سطح ديال الدار في البالكون ولا فلاح فين ما كنتي في اي جهه من جهات المغرب انك تفلح بطريقه سهله في واحد متر كاري. وهذا هو الهدف من فيرتيروكو. انا شريكه مع حسام، والبروجي ديالنا بان في نوفمبر 2022، 5 شهور ديال الخدمه اللي جات من موراها الهاكاثون ديال ستودنت انوفاب مع لونيو اوروبيان. ديزيام بلاس فيرتيروكو. هاد التجربه كان عندنا ليها لوبورتينيتي باش انا نتلاقاو مع دي كوتش من ديفيرونت ناسيوناليتي. هاد لي كوتش علمونا بزاف من ليكسبيريونس ديالهم، كوسوسوا على شيل ناسيونال ولا انترناسيونال. تعلمنا كيفاش نكونكريتيزيو نو زيدي دو بروجي، تعلمنا كيفاش نشوفوهم بطريقه اخرى، تعلمنا كيفاش نكونوا بيرسيفيرون واننا نثقوا في هذيك الفكره لابعد مدى، واننا نمشيو باش نديروا لا رياليزاسيون ماشي غير تبقى فكره اللي عندنا في راسنا. انا داكشي باش كنشجع الشباب اللي عندهم افكار انهم يشاركوا بحال هاد لي هاكاثون وما يحتقروش الافكار اللي عندهم، لان كل فكره كتولي ان بروجي كونكري.